السلام عليكم. من بعد ما شفنا في الفيديو اللي داز على كاع لي تكنولوجيز ولي لانجويجز اللي غادي نتعلموا اليوم في هذا الكورس فول ستاك ويب ديفلوبر، اليوم ان شاء الله غادي نبداو بالاش تي ام ال بطبيعه الحال اللي هي لا باز ديال الويب. دونك اول حاجه شنو هي اش تي ام ال؟ دونك ملي كتبتوا اش تي ام ال في جوجل غتلقاو بانها اختصار ديال هايبر تكست مارك اب لانجويج، دونك اللي هي يعني مجرد واحد اللغه ديال المارك اب، يعني هي ماشي لغه ديال البرمجه، ماشي بروغرامي لانجويج، هي غير ديال المارك اب. يعني كنعمرو بها واحد الدوكيمنت، دونك الى لقيتو هنا لانجويج فور دوكيمنت، كنعمرو بها واحد الدوكيمنت اللي غادي تقرا في واحد البروغرام اللي هو لي نافيغاتور او البراوزر بحال جوجل كروم ولا فايرفوكس. دونك ملي كنقول لك ماشي لونغاج، يعني كاين بزاف ديال الناس كتقول لها ماشي لونغاج بروغرام سكريبت، يقول لك علاش هكا، ماشي كنطيحو من قيمتها، بالعكس راه الاش تي ام ال هي الا ما كانتش هي راه ما غاديش يكون الويب، ما غتلقى لا ويب سايت لا والو. دونك هي بحقيقه راه ماشي لونغاج دو بروغراماسيون، حيت كون كانت لونغاج دو بروغراماسيون ما غاديش نحتاجو كاع داك الشيء الاخر. دونك هي ماشي لونغاج دو بروغراماسيون، ولكن راه مهمه من طبيعه الحال، حيت كون ما كانتش ما غادي تكون حتى حاجه من طبيعه الحال. دونك باش نقدروا اننا نتعلموا الاش تي ام ال ولا نكتبوا الاش تي ام ال، خصنا جوج حوايج: البلاصه فين غنكتبوا الاش تي ام ال، والبلاصه فين غنقراو الاش تي ام ال. دونك الحاجه اللي كتقرا الاش تي ام ال كما قلت قبيله هي البراوزر، يعني سواء جوجل كروم سواء فايرفوكس، بطبيعة الحال راه كاينين في جميع لي بي سي. والبلاصه فين كنكتبو يعني تقدر تكتب اي حاجه، تقدر تكتب في النوت باد ديال البي سي مثلا، غير تكست عادي تكتب فيه. مي حنايا غادي نستعملو يعني دي زيديتور واعرين اللي كيسهلوا لنا الامور. بالنسبه لي انا كنصحكم تخدموا بفيجوال ستوديو كود، دونك هو فيجوال ستوديو كود، يعني كتبوه تيليشارجيوه عادي بحال اي بروغرام. سواء انا عندي هنايا لينكس، دونك كنخدم باللينكس، مسوا الويندوز عادي كتبوه هنايا، راه الا كليكيتو هنا جو بونس فوالا هي الويندوز، تيليشارجيوه نيكست 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 ولا سويفون سويفون بالفرونسي وغادي تيليشارجي لكم. دونك ملي غاتيليشارجيو الفي اس كود، دونك غادي يخرج لكم المهم سواء في الفيروس وفي هاي بلاصه، وغادي تفتحوه بطبيعه الحال. دونك كليكيو عليه باش يتفتح. دونك فوالا ها هو. اوكي ديزولي، فتح لي بروغرام بروجيكت فايت. دونك امبتي ويندو. دونك ملي غتفتحو غيخرج لكم بحال هكا الويلكم. دونك هذا هنا فين كنكتبو اي حاجه ماشي على الاش تي ام ال بطبيعه الحال. دونك ملي مثلا بغي نبدا ان بروجي، دونك من الافضل يعني واحد لابروش مزيان هو ديما ندير واحد الدوسي، دونك نيو فولدر نسميه فار اكزومبل بروجي، ونحطو عندي في البيرو ديالي. دونك في فيس كود هنا كاين بزاف ديال الطرق يعني باش نصايب واحد الفيشي اش تي ام ال نقدر نبدا به. مي حنا نبداو بالطريقه الاسهل كاع، وهو نجي الفايل وندير نيو فايل. دونك ها هو الفايل ديالي، دونك مسدد هذه ما ندير بها. دونك فوالا هي الفايل ديالي، نقدر نكتب فيه اي حاجه هنايا، غير هو ملي كنكتب فيه هنا هذا الفايل هذا مازال ما تونجستريش. دونك باش اونجستريه سواء ندير فايل، نجي ندير سايف از ولا سايف، سواء ندير كونترول اس يعني نسهل على راسي الخدمه، كونترول اس وغادي نمشي نسايفيه في داك الدوسي اللي درت. دونك انا درتو في البيرو يعني ديسكتوب. فوالا ها هو الدوسي ديال البروجي هنايا، وهنايا غنسميه. دونك في الويندوز راه الميم شوز، غير كتكون الديسبلاي ديال هادشي مختلف، مي راه الميم شوز. دونك كنسمي اي حاجه بغيتي، انا نسميه اندكس، انا كنصحكم تسميه اندكس، ولكن اللي ضروري سمي انت اللي بغيتي، مي ضروري بوان اش تي ام ال، هذه هي اللي ضروري خصك ديرها، سميه اللي بغيتي غير سميه بوان اش تي ام ال، وكليكي على اونتري. دونك فوالا غادي تبدل لكم هنا السميه ديال درت، ديروا ديك يطلع لكم ديك السميه اللي درتو ليه. هنا غطلع لكم واحد لايكون، ماشي بالضروره غطلع لكم بحال هذه يعني غير ديال الزواق، كطلع لك عندي اللوغو ديال لا لونغاج اللي كتشوف هي ديما هذا الشيء درتي هنا، وكدير لك اللوغو ديالها. دونك الا بغيتو نتوما في الاغلب الا ما كنتوش دايرين دي زيكستونسيون غطلع لكم واحد الشكل بحال هكا جو بونس. الا بغيتو بقيت عليكم لي لوغو بحال هكا مزيانين، ماشي مزيانين بزاف، مي غير الزواق وصافي. غتجيو هنا الاكستنسيون، وغت هنا في هاد البلاصه غادي تكتبوا. دونك فين هي انا اللي كدير، ها هي في اس كود ايكون، غتجيو هنا دونك وركو على هادي اكستنسيون، تجيو هنا كتبوا في اس كود ايكونز جو بونس، وي في اس كود ايكونز، ها كليكيو على هنا غطلع لكم انا انستالي، انستاليوها
وصافي. دونك دابا نجيو ان شاء الله دي زيكستونسيون تا هما راه فيهم بزاف كيعاونونا بزاف في الخدمه. دونك نسد هادشي. دونك فوالا، دونك هاني كتبت هنا في الفيشي ديالي. تاني حاجه ملي كتكتب في الفيشي ديالي هادشي ما كيتونجستراش بار ديفو، يعني كتشوف واحد العلامه بيضاء هنايا، دونك هادي كتعني انا ما نونجستريش، يعني واخا كتبت هادشي ما غاديش يبان ليا من بعد. دونك ديما ملي نكتب شي حاجه ضروري نونجستري، كونترول اس ها هي مشات. دونك ملي كنكتب كطلع عاوتاني كونترول اس داكور. دونك دونك انا كتبت هنايا، دونك كتبوا شي حاجه احسن قدام مثلا اول كيما كيديروا كاملين الناس هالو وورلد. دونك اونجستري. الا مشيت دابا نفتح داك الفيشي ديالي، دونك الا جات الدوسي ديال البروجي فتحته غنلقى داك الفيشي اللي ما كانش هو ولكن صايبناه من في اس كود. دونك الا فتحته بجوجل كروم يعني دوبل كليك سواء بجوجل كروم سواء باش ما بيجو، دونك كتلقاو هالو وورلد. دونك هذا هو هذا السيت، هذا السيت تاع الويب سايت اللي نقدروا نحطوه. المهم ماشي مش ويب سايت ويب سايت، ولكن فوالا كان افيشي بيه، كتبت فيه واحد الحاجه في ذاك الفيشي اللي قدرت نقراها في النافيغاتور مزيان. دونك واش نقدر، واش هكا كي تكتبوا لاش تي ام ال يعني نقدر بغا لي تكست وبقى غادي هكا هو، نقدر نحطو وغادي يخدم وكل شيء، مي ماشي هكا كي تكتب الفغي اتش تي ام ال. اتش تي ام ال عنده شي حوايج يعني دي ستوندار ديالو اللي خصنا نتبعوهم. دونك شاك كاين واحد بحال قلتي اللي اوت كيكون ديال لاش تي ام ال اللي خصنا نتبعوه باش نمشيو باش نقدروا نقراو لاش تي ام ال ونخدموا بها كما كيخدموا بها الناس كاملين. دونك ممكن نديروها بكليكه وحده، ولكن في الاول غنمشيو عليها بشويه. دونك اي فيشي اتش تي ام ال كما بيكون نوعو ديما كيكتب كيبدا بعدا بهذا السطر هذا دوك تايب. دونك فوالا في اس كود اصلا كيعاوننا كيكمل عليك الخدمه. دونك دوك تايب اتش تي ام ال، دونك اي فيشي اتش تي ام ال في العالم كما بيكون ديما كيبدا بهذا السطر هذا، يعني هذا السطر هذا كيعني ان لو تيب ديال هذا الفيشي سي تان اتش تي ام ال، و لا فيرسيون تاع هي اتش تي ام ال 5 يعني اتش تي ام ال 5. ثاني حاجه كيمشي عاوتاني بهذا، دونك كنكتب اتش تي ام ال وكنسد عاوتاني اتش تي ام ال. دونك الا شفتي معايا انا فتحت هادي اصغر من اتش تي ام ال اكبر من، وعاوتاني اصغر من درت سلاش اتش تي ام ال اكبر من. دونك هذا هاد الشكل هذا ديما كيتسمى هذا. دونك هذا بعد اول حاجه كيتسمى التاغ، هذا كامل كيتسمى ان تاغ، هذا كيتسمى الاوبنين تاغ يعني التاغ ديال المفتوح ولا ديال المفتيح ولا شي حاجه بحال هكا، وهذا الكلوزين تاغ يعني باش كنسد التاغ ديالي. وفي الاتش تي ام ال ديما لي تاغ ديما كنكتبو شي وسط شي. المهم دابا يبان لكم دونك اتش تي ام ال بحال هكا، دونك هادشي كنكتب لكم هذا ديما كيكون. دونك راه دابا نجي الطريقه كيفاش هادشي كامل نديرو بكليك واحد. دونك ثاني حاجه كنديرو الهيد لا ميم شوز، وتحت منه كنديرو البادي. دونك اشنو هو الهيد واشنو هو البادي؟ الهيد كيكون ديما وسطو دوك الحوايج اللي ما كيبانوش في لاباج. مثلا دابا هذه لاباج عندي، هادشي اللي كيبان لي كامل بيض هنا دوك كيتسمى البادي، والهيد هو داكشي اللي ما كيبانش. من بعد ان شاء الله ونفهمو. دونك الهيد مثلا الحوايج اللي كيقدروا يكونوا فيه مثلا التايتل، تايتل مثلا ماي فيرست ويب بيج. دونك الى انجستريت رجعت و ريفريشيت غتلقاو بان التايتل ديال لاباج، دونك هاد العيبات اللي كتلقاو هنا اصلا كيكونوا في التايتل في الهيد. دونك هادي تقريبا الحاجه الوحيده اللي كاينه في الهيد اللي تقدر تبان ليا في الويب بيج، ولكن كما شفتو ما كتبانش في البادي، ديما البادي هو هادشي اللي كاين هنا. دونك وسط البادي دونك الى جينا مثلا نكتبوا شي حاجه كما بغات تكون، رجعت درت ريفريش دونك فوالا ها هي بانت ليا هنا. دونك نتمنى يكون هادشي مفهوم. دونك هاد لا ستركتور ديما كتكون، هاد لا ستركتور ديما كتكون في اوي فيما تبغي تبدا تكتب لاش تي ام ال ديما هكا كتكون لا ستركتور. دونك حنا ماشي ديما ملي نبغيو نبداو ان اتش تي ام ال ضروري خصنا نبقاو نكتبو هادشي كيضيع علينا الوقت. دونك في اس كود كيعاونك، كتجي مثلا بلا بديتي كتب درتي في شي اندكس اتش تي ام ال ديالك، تجي دير غير علامه التعجب غادي يطلع لك هذا. دونك علامه التعجب الاولى هنايا كليكي عليها فوالا كيجينيري لك هادشي كامل. دونك السطر الاول اتش تي ام ال، ها اتش تي ام ال المفتوح وها اتش تي ام ال المسدود الكلوزين تاك. من وسط منه دونك ندير هادي باش تبان لكم، من وسط منه كاين الهيد وها هو الهيد، يعني في الهيد ها هو كاين التايتل، هاد الميتا وهاد جوج ديال الميتا المهم ما تديوهاش فيهم دابا.
بالنسبه لهذه غير ديال من بعد ملي غنبغيو نديرو ريسبونسيف ديزاين، وهذه غير لون كودين زعما لاباج الا بغينا نديرو فيها شي دي كود ديال شي رموز وشي حوايج، مثلا يقدر يقرا لي الشينويه، يقدر يقرا لي دوك اللغات اللي شويه. هذا هو الاون كودين يعني العام. هذه لونغاج اللي كنقول لي زعما راه كنكتب بالانكلي، والبادي فوالا هو كيعطيه لي خاوي. دونك هكا كنبداو ديما ان اتش تي ام ال، ملي كنبغي نبدا ان بروجي اتش تي ام ال ديما كنبدا بحال هكا. دونك نمسح هادشي كامل ونعاودو نعاودو هذيك ا زيرو. دونك نمسح الدوسي. دونك ديما فيما نبغي نبدا ان اتش تي ام ال وانا كندير دغيا نكري ان دوسي فولدر نسميه بروجي مثلا، نفتح في اس كود ديالي، نفتحو عاوتاني من جديد. دونك ديما طلع لكم علامه زرقاء هنا، دابا نقول لكم علامه بنفسجيه بالتسميح. من بعد طلع لنا زرقاء ونشوفو علاش. دونك نجي هنا ندير نيو فايل، ندير كنترول اس باش نونجستريه، نمشي ديالي الدوسي ديالي index.html فوالا اونتري، ندير علامه تعجب، نكتب هنايا فوالا. دونك نمشي للدوسي لا كرييت جديد، غنلقى الفيشي ديالي دوبل كليك فوالا. دونك هنا شفتو طلعت ليا دوكيمنت، حيت في التايتل في اس كود كيدير لي هنا دوكيمنت. الا درت اي حاجه هالو وورد مثلا حتى هي، دونك نرجع ندير ريفريش فوالا ها هي هالو وورد. دونك مبروك عليكم اول ويب سايت ديالكم. اذا من بعد ما شفنا كيفاش نكريو ان فيشي اتش تي ام ال ونقدروا نشوفوه في النافيغاتور، نبداو نعمرو البادي ديالنا. دونك باش نعمرو البادي ديالنا، المهم كما تكونوا شفتوا اتش تي ام ال عامره بزاف بلي تاغز. دونك لا ميم شوز كتنطبق على ملي كنبغي نعمر اتش تي ام ال ديالي. دونك اول حاجه غنعمرو بها اتش تي ام ال ديالنا وهو يعني الكتابه تكست. كاين بزاف تنواع الكتابه، يعني المهم كما كتعرفوا كاين العناوين، كاين لي باراغراف، كاين بزاف د الحوايج، كلمه بوحدها يانسي دو سويت. دونك اول حاجه نتعلموا ليها هما الهيدينغز يعني العناوين. دونك باش ندير ان هيدينغ لا ميم شوز، غندير اوبن تاغ كلوزين تاغ، وديما كنكتب وسط التاغ. دونك كما شفتوا انا في التايتل مفتوح مسدود كتبت وسطو. دونك لا ميم شوز هنايا اتش 1، دونك غادي نكتب مثلا كتب لي بغيتي هنا هيدينغ 1. دونك الى مشيت ليه ريفريشيت لا باج هيدينغ 1، دونك ندير اسباس هنا. دونك ديما كنكتب كان اونجستري كنمشي كان ريفريشي. دونك كاين هيد اتش 1، كاين او سي اتش 2. نشوفو شنو هو الفرق ما بين اتش 1 و اتش 2. دونك كما كتشوفو اتش 1 كبر في الخط من اتش 2. دونك غتبقى غادية بحال هكا حتى ل اتش 6. دونك كاين من اتش 1 حتى ل اتش 6، الفرق بيناتهم هو النوع ديال الخط. كاين واحد الفرق بيناتهم مثال من بعد نقدروا نعرفوه، ماشي شي يعني غير الاس اي او ديال جوجل، حيت مثلا ال اتش 1 كيكون ديما عنده أهمية على اتش 2، وبالتالي جوجل ديما كيقلب على ال اتش 1. هما ماشي يعني يشوفوا مع داك اللي كدير في الريشيرش، مي ماشي ماشي مهم، ماشي شي حاجة مهمة دابا. المهم دابا يعني في قضية الاتش تي ام ال هو اللي بيناتهم هو الخط، مي ماشي شي حاجه تا هو اصلا مهمه، يعني الخط نقدر نبدلو من بعد، نقدر ندير اتش ديال اتش 2 نديرو كبر من ديال اتش 1 وهي غاده. دونك عندنا لي هيدينغز يعني حتى حنا شفناهم، عندنا من اتش 1 حتى اتش 2. دونك انا اللي درتهم غادي نعطل غير الوقت. دونك درتي اتش 3، دونك اتش 3 غتلقاو تا هو صغر من اتش 2. دونك هذا اتش 1 هذا اتش 2 هذا اتش 3. دونك نسيت ما بدلتش ليهم هنايا. دونك فوالا هادو هما كيتسموا بالهيدينغز اولا العناوين. ابري كاين لي باراغراف. بالنسبه ان باراغراف حتى هي لا ميم شوز، هكا غتفتح بي غتسد ببي، وفي الباراغراف غتكتب يعني اللي بغيتي. في الباراغراف ديما يعني كنكتبو شي حاجه اللي طويله. دونك غنعمروها بواحد التكست. دونك كاينه هنا واحد اللعيبه اللي كتجينيري ليا واحد التكست، دونك كتكتب غير لورين بحال هكا. دونك فوالا هي كتجينيري ليك التكست، ممكن تحكم شحال كلمه بغيتي. مثلا بغيت انا 100 كلمه غندير 100 بحال هكا وغنكليكي اونطري. فوالا هو الجينيراليه. دونك الى مشيت هنايا ريفريشيت فوالا هو الباراغراف ديالي بانت هنا. دونك من مورا لي باراغراف
كاين مثلا لي لينك، يعني لي ليان. دونك الى بطلت تحت هنا، دونك لي ليان يعني شي حاجه اللي كنكليك عليها وديني لبلاصه اخرى. هذا اسيدي كيتسموا لي ليان، كيبداو ب ا. دونك ا نكتب سطول اللي بغيت، تاو مثلا جوجل مثلا. دونك الى جيت ريفريشيت شتي هنا ما كيطلع ليا والو، يعني بحال التكست عادي. دونك خصني نعطيه الحاجه اللي غادي يمشي ليا ليها مثلا. دونك باش نكتب كاين شي حوايج كيتسموا لي زاتريبيوت، يعني كنكتبهم مورا يعني وسط الاوبنين تاغ. يعني التاغ مثلا هنايا ميتا، هذه كتسمى اتريبيوت وهذه هي الفاليو ديال الاتريبيوت. دونك ميتا كما كتشوفوا هنايا هي غير اوبنين تاغ، يعني ما عندهاش كلوزين تاغ. يعني في الاشتيميل كاين الاوبنين اللي عندهم اوبنين وكلوزين تاغ، وكاين اللي عندهم غير تاغ واحد، مي قلالين مي كاينين، ما كيتكتبوا غير بحال هكا. دابا نشوفوهم حتى هما ان شاء الله. دونك بالنسبه لاتريبيوت ديال اللينك اللي نقدر نعطيها ليه، لاتريبيوت سميتها اتشريف، يعني اتشريف كندير ديما تساوي وكندير الكووتس بحال هكا. هنايا نعطيه الليان اللي بغى، اللي خص اللي بغيت زعما يمشي ليه. دونك الليان اللي بغيتو يمشي ليه مثلا هو www.google.com. في الغالب ما غاديش تخدم حيتاش جو بونس خصني ندير شي حاجه، ولا صافي ما غاديش تخدم بطبيعه الحال. الا كليكيت كيقول لي هادشي ماشي هو داك، حيت نسيت ال HTTPS. دونك ضروري HTTPS دبل كوت سلاش سلاش. دونك الى ريفريشيت دابا هاني غنكليكي غادي يديني لجوجل، ولكن الى شتو كنكليكي يعني كيخرج لي من لاباج ديالي وكيمشي لجوجل. دونك الى بغيتو تفتح لي فواحد لاباج اخرى، دونك ما عليا غير ندير تارجت. دونك كاين واحد لابلي سميتها تارجت بلانك. دونك الريفريشي نكليكي، دونك هو فتح لي بلاصه اخرى، ها هو الدوكيمون ديالي هنا باقي هنا. دونك باش نحلو عاوتاني واحد المشكل اخر، هو مثلا فاش كنبدل هنا كنجي ديما خصني نريفريشي هنايا، الا ما ريفريشيتوش راه كيبقى داك الشيء القديم. دونك باش نحل هذا المشكل غندير واحد ليكستونسيون اللي ملي كنبدل هنا كتريفريشي ليا هذاك بوحدو، يعني اللي سميتها لايف سيرفر. دونك لا ميم شوز غتجيو لي زيكستونسيون لايف سيرفر، لايف سيرفر فوالا ها هي لايف سيرفر. دونك كتكتبو هنايا لايف سيرفر وغتكليكو على انستال. دونك ملي غنكليكيو على ملي تكليكيو على انستال صافي راه انستالات. غتكليكو مثلا ها هو في عندي انا في الفيشي ديالي اندكس اتش تي ام ال، غنكليكي على بوط الكليك دروا ديال لا سوري، وهاي اوبن ويد لايف سيرفر. دونك ملي غنبغي اوبن ويد لايف سيرفر غيقول لي انا مش اوبن ا فولدر اور ورك سبيس. دونك يقول لي خصك في في اس كود خصني نفتح الدوسي، الدوسي براسو اللي عندي فيه البروجي ديالي. دونك باش نقدر نفتح الدوسي يعني كامل هنا، حيت انايا هنا الى عقلتو فتحت يعني كريت غير الفيشي، وانا غير وصلت الفيشي. دونك باش نعرف واش راسي انا وصلت الدوسي ولا لا. دونك اول حاجه باش كنعرف، كما قلت لكم هنا عندي هذه البلاصه بهذا اللون هذا الفيولي خصو يكون زرق. دونك غنجي نكليكي هنا فوالا، ها هو انا اصلا ما فاتحش فولدر، يعني ما فاتحش دوسي. دونك كليكي على اوبن فولدر. دونك انا ديجا هاني هنا في بروجي، دونك كليكي على اوكي. دونك ها هي ولات زرقاء. دونك انا دابا هنا في دوسي، دونك ها هو، دونك هاني في عندي انا في الدوسي بروجي، وها هو الفيشي ديالي. دونك كليكي عليه دوبل كليك وفوالا ها هو عندي. دونك غندير كليك دروا اوبن ويد لايف سيرفر. دونك ها هو كيتفتح ليا. دونك الا شفتو الفيشي القديم عندي الليان كيفاش داير، وهنا الليان كيفاش داير. دونك هنا كي يعني كيدير واحد السيرفر يعني خاص بال اتش تي ام ال، وكيكون خاص بال سي اس اس اللي كيقدر يخليني انه يتروفريشا راسو. دونك باش نعرف واش كيتروفريشا ولا لا، دونك غادي نجي نفتح هادي هنايا ونحط هذا هنايا. دونك نصغر هادي، سد هادي. دونك تحت مثلا من هاد اللينك هذا غندير واحد اللينك اخر غنسميه مثلا يوتيوب. غنجي هنايا وغنعطيه الليان ديال يوتيوب. دونك اتش تي تي بي اس www.youtube.com. دونك اون فوا غندير كونترول اس فوالا تزادت يوتيوب حداها، ما احتاجيتش نريفريشي. بالعكس في الجهه الاخرى ضروري خصني ندير ريفريشي، حيت اون فوا كندير هنا كونترول اس ما كيتبدلليش. دونك الا كليكيت هنا على يوتيوب فتحوا ليا في لا ميم بلاصه، حيتاش يعني في لا ميم فيشي.
يعني في لا ميم فونيتر، حيتاش ما درتش تارجت بلانك بحال هكا. دونك هادو هما لي ليان. دونك مورا لي ليان غنشوفو لي ليست. دونك دونك نمسح هادشي ما بقى ندير. دونك قرينا درنا الهيدينغز الباراغرافس و لي لينك. دونك دابا نديرو لي ليست. دونك لي ليست دونك فوالا ندير فاش تمسح هنا راسو. دونك بالنسبة لي ليست، دونك كاينين الان اوندرد ليست يعني لي ليست غير مرتبين. دونك ديما كندير لهم بحال هكا كيبداو بيو ال، وسط من يو ال كنديرو ال اي، يعني هذه هي ليست وحده. مثلا نكتب جو سي با، نكتب سميه ديال لعابه مثلا ديال الكره رونالدو. دونك درت كونترول اس فوالا رونالدو. دونك من تحت منه جو سي با ميسي، كونترول اس داد ليا ميسي، وكتبقى غادي بحال هكا جو سي با نيمار مثلا. دونك هادو كيتسموا الان اوندرد ليست حيت ما كيعطينيش انا الاوردر. بالعكس كاينين وحدين بحالهم غير هما اوردر، هادو ما كيتستعملوش بزاف حيت ما كيكون عندنا ما نديرو بهادوك لي بوان اللي كيبانو. دونك هنا كيبداو ب او. دونك او او ال اوردر ليست زعما. دونك فوالا 1 2 3. بالنسبه لهادو يعني تقدر تبدلهم باش ما بغيتي من بعد يعني بالسي اس اس، يعني كلشي كيتبدل بالسي اس اس. دابا حنا كنتعلمو غلاش تعمل كيفاش تعمر لاباج ديالك. دونك هادو هما لي ليست. مورا لي ليست كاينين الفورمز، يعني لي فورم هادو مهمين بزاف ولا لي فورمولير. دونك الفورم هو داكشي اي حاجه كتعمر، مثلا كتدخل لي زينبوت ديالك لي مايل سميه اي حاجه بحال هكا. دونك لا ميم شوز فورم، كنفتح فورم كنسد فورم. وسط من الفورم كنقدر ندير داكشي اللي بغيت، بمعنى وسط من الفورم كاينه واحد الحاجه سميتها لايبل. هاد لايبل هي السميه اللي كتبان، مثلا فيرست نيم فيرست نيم ها هي. دونك هادي فيرست نيم البلاصه اللي خصني نكتب فيها. دونك كتسمى انبوت يعني حقل ديال الادخال. دونك ها هو. دونك فوالا نقدر نكتب هنا دونك انبوت. هاد لي زينبوت ديما كيكون خصو يكون عندهم ان تيب. دونك انا مثلا بغيت ديال فيرست نيم، هاد لو تيب هذا غيكون غير تكست من طبيعه الحال حيت كنكتب انا غير تكست هنا. دونك فيرست نيم مثلا نديرو سكند نيم ولا لاست نيم. دونك فوالا ها هي. دونك الا شفتو ملي درنا لي هيدينغز كنا كنديرو وحده تحت وحده، كان ديما داكشي كيرجع للسطر. هنا هادشي ما كيرجعوش للسطر. دونك دابا نشوفو هادشي في سي اس اس علاش. مي دابا الا بغيت يعني يرجع ليا للسطر، كاين واحد الطاك سميتو البريك، يعني كيدير ليا كندير ليه بي ار مورا داكشي اللي بغيت، وهو كينقز ليا السطر. دونك مورا الانبوت ديال فيرست نيم اللي هي هادي، ها هو غادي ينقز ليا السطر وغادي يرجع ليا للبلاصه الاخرى. دونك هنا كاين ما كاينش لا سباس. دونك نعاود واحد البي ار اخرى. دونك ما كنخدموش هكا لي غير يعني على ما نوصل للسي اس اس. دونك نديرو عاوتاني دابا واحد بي ار ونديرو مثلا باسورد. دونك ليبل باسورد، نديرو حقل دابا ديال الباسورد. دونك هادي ما جاتش اننا نديرو تيب تكست حيت داك الباسورد غيبان. دونك نجي نكتب الباسورد كيبان. دونك لو تيب في نظركم واش خصو يكون باسورد من طبيعة الحال. دونك دابا ملي غنجي نكتب كيدير ليا لي بوان. دونك مثلا الى بغيت ايميل، دونك الى بغيت ايميل دونك بطبيعة الحال دونك هنا نيفر. دونك تيب ايميل. دونك الايميل شنو هو الهدف منه؟ هو كيفيريفي ليا واش هذا سيت ان ايميل ملي غنبغي مثلا ندير اونفوي لهاد لا فورم ولا نسبميت هاد لا فورم. دونك دابا دونك بالنسبه لي تيب كاينين بزاف ديال لي تيب اللي نقدروا نشوفوهم. مثلا الا كتبنا اتش تي ام ال فورمز كاينين تالمون بزاف. دونك الا دخلنا مثلا هاد السيت ديال دبليو تريسكوز، يعني السيت يعني هو اهم في كلشي تقريبا ديال اتش تي ام ال. دونك ما عرفتش هنا لي تيب واش كاينين ولا لا. دونك خصني نكتب input html html types.
دونك فوالا كاع لي تيب اللي كاينين هنا بطبيعة الحال. دونك نجربوهم وحده وحده. دونك كاين تيب بوطون هذا كنت معاون نديرو ديال ملي كنبغي ندير سبميت. دونك مثلا دونك هذا ما كيحتاجش ليبل حيت هو اصلا كيكتب وسطو. دونك سبميت دونك فوالا هذا هو ملي كنبغي نكليكي كتصيفط ليا. دونك فوالا دونك كيما شفتو معايا انا كتبت غير تخربيقه. ملي كنبغي ندير سبميت كيقول لي بليز انكلود ان اروباس نيد ايميل ادريس. دونك هادشي اللي كتب is not an email. دونك هو كيعرف واش هذا ان ايميل ولا لا. دونك كاين اوسي تشيك بوكس. تشيك بوكس هو ملي كنبغي كيكون شي حاجه فيها الاختيارات. دونك نجي نديرها هنا مثلا. دونك تشيك بوكس دونك هي هاد العلامه هادي. دونك غنهز ندير بي ار هنايا. هنا خصني ندير ليبل مورا ليبل مثلا عندي شي اختيارات ديال شي حاجه مثلا لي تيليفون بار اكزومبل مثلا ايفون ايفون سامسونج شاومي مثلا او هواوي مثلا. دونك فوالا يعني تشيك بوكس هي ملي كنبغي نختار هادو مثلا. كاين اوسي دونك هادو نخلي لكم يبغيو تجربوهم كاملين يعني زينبوت ديال اي حاجه. كاين لي مهمه اخرى هي راديو هادي ملي كتبغي تختار يعني بحال تشيك بوكس تقريبا. دونك فوالا هما جربوهم. انا كنحاول في HTML يعني يكون في هذا الكورس كامل انه يكون ملخص بزاف باش حيت هذا هو الفول ستاك. الفول ستاك ما كتكونش يعني مكونسونطري على واحد الحاجه بالضبط. دونك شفنا كيفاش نديرو لي فورمز نعمروهم. دونك مورا لي فورمز كاين لي طابلو. دونك ساينا من لي فورم ندوزو لي تايبلز. دونك تايبل لا ميم شوز تا هو open and tag close tag documents من وسط الطابلو كاين ما يسمى بالتيهات. التيهات هو يعني ديك الحاجه اللي كتكون الفوق. مثلا التيهات غنديرو مثلا الرو الفوقاني. دونك تي ار انا كتعني تيبل رو مثلا نعمرهم بواحد تي دي مثلا نيم. دونك نيم مثلا ايج كونتري او فون نمبر مثلا. دونك فوالا دونك من مورا تي هات غادي ندير تي بودي يعني هنا. دونك تي بودي يعني البادي ديال 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 الطابلو عندي. دونك النايم مثلا سميتي بار اكزومبل الايج 6 كونتري موروكو او الفون مثلا حاجه بحال هكا. دونك كما شفتوا معايا النيم ها هو الايج هو هذا جات تحتو نيشان كونتري موروكو وهي غدا. دونك الا بغيت ندير واحد الرو اخر دونك الرو كتعني يعني هكا يعني هذا السطر بحال هكا. الرو ما عرفتش واش كتعني بالعربيه نسيت. دونك نديرو واحد الرو اخر. دونك الا درت كونترول اس فوالا. دونك ونبقى غادي يعني هكا كنعمر الطابلو ديالي. دونك هذا ما يسمى بلي تايبل تيبلز. غنشوفو ان شاء الله ملي غنديرو المهم مابقاش كيتستعملو بزاف مي غادي نشوفو ملي غنديرو سي اس اس حيت لاش تي ام ال هنا راه غير يعني غير كانترودكسيون. ملي غنديرو سي اس اس يعني ديك الساعه غادي نعمرو لاباج ديالنا مزيان باش نقدرو نديرو فيها ستايلين بزاف باش مابقاش داكشي اللي درناه هنا نعاودوه ليها. دونك دابا نجيو لواحد الحاجه مهمه ايضا وهما لي زيماج يعني كيفاش نحط لي زيماج فلاش تي ام ال عندي.
دونك مشي بعدا جبتي ايماج كيما كتبقى تكون من جوجل ايماج ايماج مثلا دونك هزو هادي غندير ليها سيف يعني بالفرنسي غتلقى هو اونيجستريسو دونك غنمشي نحطها وسط الدوسي عندي دونك بروجي دونك سيف دونك صافي تيليشارجات دونك انا مشيت للبروجي عندي دونك ديسكتوب بروجي دونك ها هي التصويره دونك بدلت ليها غير السميه باش ما نبقاش واحد مع هذه دونك ايماج دونك الا شفت معايا الاكستنسيون ديالها مهمه بوينت بي ان جي عقلوا على هذا بوينت بي ان جي دونك الا رجعت لاباج ديالي دونك ها هي خاويه حيت البادي خاوي دونك ملي كنبغي ندير ايماج دونك اول مره نتلاقاو مع واحد يعني تاغ ما فيهش كلوزين تاغ هو لي زيماج ايماج هو مجرد تاغ ما فيه ما كيتسجلش حيت ما كنديروش فيه هو تكست كنديرو فيه تصويره دونك ملي كندير ايماج ملي زات ريبيوت ديالو باش نقدر ندير فيه تصويره خصني نعطيها تريبيوت سورس يعني لا سورس ديال لاباج دونك انا التصويره حطيتها وسط الدوسي بمعنى حدا لو فيشي اندكس اتش تي ام ال دونك هي اصلا كاتبه لكم هنايا ها هو لو فيشي ديالي ها هو ليزيم ها هو ليماج دونك نقدر اكسيدي ليها نيشان يعني نكتب هي السورس نكتب سميت التصويره نيشان ها صامني كان غير كنبدا بالحروف ديالها ايماج في اس كود كيعرفها دونك نكليكي عليها كونتري ندير كونترول اس ها هي ها هي ليماج ديالي دونك لنفرض مثلا في البروجي ديالي يعني الا كان عندي بزاف ديال التصاور ما عادش نحط انا بزاف التصاور في هذه البلاصه غندير واحد الدوسي جديد غنسميه ايماجز دونك ايماجز وغنحط وسطو التصويره دونك دابا التصويره كاينه وسط ايماج الا رجعت لهنايا ودرت كنترول اس التصويره مابقاتش كتبان طلعت لي هذه العلامه يعني هو ما عرفش التصويره فين كاينه دونك الا شفنا الفيشي كاين لو دوسي هذا الدوسي ايماج ووسطو كاينه ليماج دونك باش نقدر نوصل لهذه ليماج خصني بعدا ندخل للدوسي عاد ندخل ليماج دونك ايماج دونك اصلا هو دارو ليا وندير سلاش عاد ندخل الايماج ايماج بوان بي ان جي كنترول اس دابا فوالا هي ها هي بنت لي دونك هكا كنخدمو بلي زيماج مورا لي زيماج كاين ممكن ندير اوديو او فيديو المهم ما كنخدموش بهم بزاف يعني تقدروا تقلبوا عليهم في الدبليو بي 3 سكولز اوديو فيديو اتش تي ام ال دونك فوالا هو اوديو تاغ كاين اوديو تاغ دونك فوالا اوديو اوديو وغادي تسد وموست اوديو غتعطي لا سورس يعني كتكتب بحال هكا وداك الاوديو ديالك غادي يكون يعني فشي بلاصه سواء وسط الدوسي سورس هذا وغتعطيه وسط السورس هنا وقول لو تيب مثلا الا كان عندك لو تيب ام بي او جي جي غدير اوديو او جي جي كان عندك ام بي 3 غدير لو تيب بحال هكا صراحه ما عرفتش علاش انا داروا ام بي او جي مي في الاغلب خصك دير اوديو ام بي 3 دونك ما كنخدموش بهذا الشيء صراحه بزاف من غير لا كتبي دير شي حاجه ديال لي زوديو بالنسبه للفيديو الفيديو اتش تي ام ال لا ميم شوز غتكون تقريبا حيت صراحه ما كنخدموش بهم بزاف انا كنحاول ندير داك الحوايج اللي كيتخدموا بزاف دوك لا ميم شوز فيديو فيديو دونك هنا اوكي فوالا واحد الحاجه ما شفناهاش مثلا التصويره كبيره بزاف جاتك كبيره تقدر تعطيها ان اتريبيوت ديال ويدت بحال هكا يعني الطول مثلا 500 دونك درت كونترول اس دابا هي فيها 500 بالنسبه لنا كتعني 500 بيكسل والهايت مثلا بغيتها تكون مربع الهايت نعطيها هو 500 دونك فوالا هو مربع ولكن التصويره كتخسر ليا بطبيعه الحال حيت كتجبد دونك المهم هادشي نشوفو ان شاء الله في سي اس اس حيت ما كنكتبوش هادشي بزاف هنايا كلشي كنديرو في سي اس اس بالنسبه للستايلين لاش تي ام ال هو كنعمرو لاباج وفي سي اس اس اللي كنديرو ستايلين دونك مورا ما شفنا هادشي ندوزو لواحد الحاجه مهمه بزاف وهي الديف ولا كيفاش كنقادو لاباج ديالنا دونك مسح هادي دونك مثلا كيفاش نكتبوا لاباج ديالنا دونك لاباج ديالنا ما كنكتبوش يعني داكشي ديريكت مثلا نقولوا درنا واحد اتش 1 مثلا this is my page تحت منها بغيت ندير واحد الاتش 2 مثلا
first section مثلا، ولا اول سيكشن عندي في هذا. انا ندير مورا واحد باراغراف مثلا لوريم، ندير واحد 50 دونك اونتري، واحد 50 هادي بحال هكا. دونك هادي مثلا بوحدها سيكسيون، باش نقدر يعني من بعد نقدر نتحكم فيها، خصني مثلا نحطها وسط واحد الحاجه اللي نقدر نتحكم فيها فين نحطها. ديك الحاجه هو اللي كتسمى الديف. دونك الديف حتى هو كيتكتب بحال هكا، كتعني ديفيزيون، يعني هي واحد ديفيزيون من لاباج. دونك داكشي ديالي كنحطو وسط من الديف. دونك ها هو الديف مفتوح، غنمشي في مسالات لا سيكسيون ديالي، غنمشي غنسدو هنا. دونك وديال ديال داكشي ديالي هنا كيت كيجي وسط هادي. دونك بعد واحد الحاجه بعدا كتشوفوني كندير كنترول اس، هادشي كيتقدر راسو. دونك هادي سيت ان سيت اون اكستنسيون سميتها بريتير، الا بغيتي ديروها. دونك بريتير، دونك فوالا هي بريتير كود فورماتور اللي كيقاد لك كيقاد لك يعني هادشي. اما الا ما كانت عندك غتبقى انت دي ماسك، تبقى دير مثلا تبقى مثلا جاتك هادي دير طابيلاسيون باش تقدر تجي لك هنايا، مي ماشي مهمه يعني، تقدر تقاد داكشي كيما بغيتي انت. دونك هاد لا ديفيزيون عندي هنايا اللي نقدر مثلا هاد لا سيكسيون ديالي نسميها شي حاجه. دونك دابا نجيو لهاد لي كلاس هادو، من بعد ملي غنبداو نديرو السي اس اس، مي ولا نقدر نديروهم دابا نيت. دونك كلاس سيبا مثلا فيرست بحال هكا، تقدر تكون عندي واحد ديفيزيون اخرى مثلا بحال هادي نيت، كلاس مثلا سكند. دونك هنا هاد لي كلاس هادو دابا نجيو لهم ان شاء الله. مثلا هنا سكند سيكشن اللي فيها مثلا هاد لا ميم هادي. دونك هادي ديفيزيون بوحدها وهادي ديفيزيون بوحدها، كندير ليهم هاد ديف باش نقدر نتحكم فيهم من بعد. مثلا يعني نقدر نحط هادي في اليمين، نقدر نحطها في اليسار، حيتاش الا ما درتهاش بحال هكا ما نقدرش انا نقول ليه جوج حوايج يديروا يمشيوا ليا لواحد البلاصه. اسهل حاجه هي نحطهم وسط واحد الحاجه، وديك الحاجه هي اللي غنتحكم فيها. دونك غادي تبان الاهميه ديالو ان شاء الله في سي اس اس ان شاء الله. دونك تقريبا كان هذا الشيء هو اللي عندنا، يعني واحد نظره سريعه على اتش تي ام ال. غادي نشوفوا ان شاء الله هذا الشيء يعني متعمق اكثر ملي غنديروا سي اس اس، وملي غادي نديروا دي بروجي ان شاء الله. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب لاشين، وشكرا.